تحويل قصر زعيم رئيس حزب بورقيبه الى قصر الاداب والفنون بعندرهم بما يوفر الامكانيه في استغلال الامثل يعني لهذا القصر بعد طبعا تهيئته و يعني ادخال كل ما يمكن ان نحسنه من خلاله ونوظفه من خلاله يعني هذا النشاط الثقافي، وان شاء الله يكون كذلك في المسلك الثقافي السياحي يعني الذي يخص ويصل الى عندرهم، كذلك في مستوى الميزانيات يعني التقديريه للنشاط الثقافي وما في ذلك تمتع الجمعيات، فما جانب يخص يعني هو مليون دينار في الحقيقه، مليون دينار سنوفر يعني كوزاره الشؤون الثقافيه لهذه التظاهرات، وكذلك في الحقيقه بعدين مهمين هما يخصان يعني اولا مركز الفنون الدراميه بمضاعفه الميزانيه التقديريه لهذا المركز.